نحن في صوتهم أقلية إسلامية، وعندما نشارك في هذه المناسبات يعطينا دافع أكثر، يعطينا شعور بانتماء، شعور بانتماء إلى مؤسسة قارية، فهي مؤسسة إسلامية وحيدة الموجودة في جمهورية الصوتون وبنسيب، وكذلك يساعد في رفع المعنوية المسلمين هم جميعا في صوتهم وبنسيب بأنشطاتها وكل ما يقوم به مؤسسة محمد السادس اللي هي علماء أفارقة. ونقتدم هذه فرصة لندعو الله لأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس، وأن سائلين الله أن يتمته بالصحة والعافية. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.